تمام. اول حاجه نحتاجها، انت لو ما عندكش اي فكره عن برنامج انجكتور، برنامج انجكتور ده بيشغل نت مجاني لفودافون مصر، بس اهم حاجه الخط اللي تشتغل عليه ما يكونش فيه رصيد او ما تكونش مشترك فيه باقه. نبدا على بركه الله الشرح. اول حاجه هنروح على موقع اسمه فول اس اس اتش، والموقع ده شرحته اكتر من مره، عشان نعمل رابط الموقع اسفل الفيديو. استنى شويه لما تظهر السيرفرات بالظبط كده. كده ظهرت لنا السيرفرات اللي نعمل عليها الاكونت. نختار اي حاجه منهم، اي سيرفر سواء كان يوروب او افريكا او امريكا، اي سيرفر منهم هيشتغل، يعني اي واحد منهم تمام، مش هيبقى فيه اي مشاكل. استنى شوية لما تظهر السيرفرات بالظبط كده. كده ظهرت لنا السيرفرات اللي نعمل عليها الاكونت. نختار اي حاجة منهم، اي سيرفر سواء كان يوروب او افريكا او امريكا، اي سيرفر منهم هيشتغل، يعني اي واحد منهم تمام، مش هيبقى فيه اي مشاكل، كلهم سرعة، يعني مش هتلاقي واحد اسرع من التاني. تمام، نعمل create account. تمام، هننزل هنا نكتب اليوزر نيم، اليوزر نيم بتاعك اي يوزر نيم سواء كان مثلا 8 1 2 3. كده تمام، كده انت عملت، جهزت اول خطوة وهي انك عملت الاكونت. تيجي عند الهوست اللي هو دويتي اول فا خلاص، هتنسخه من هنا، من هنا من اول الدي حد سكون. تمام، هتعمل نسخ، تاخد اليوزر نيم كمان مرة تعمل له نسخ. طبعا الباسورد 123 مش محتاج ان انا انسخه، بس كده كل اللي احنا عايزينه من الاكونت اللي عملناه. هنروح على نفتح البرنامج. طبعا لو انت ضايف كونفج او مغير حاجه في الاعدادات بتاعه البرنامج، هتروح دايس على الثلاث شرطات اللي فوق دول، ثلاث نقط قصدي اللي فوق على اليمين، هتدوس عليهم كده، بعد كده كلير سيتنج، بعد كده يس. كده البرنامج جاهز معانا. اول حاجه عندنا هنا في الحموله هنحط فيها البيلود، والبيلود ده يا جماعه يعتبر السر بتاع النت المجاني، يعني انت مستحيل تلاقي حد بيعمل كونفج وعنده قناة او عنده صفحة او عنده جروب وتلاقي ممكن ينزلك السر بتاعه، لان البايلود دويته هو اللي بيتعامل بيه كل الكونفجات بتاعة الكيم، جميع البرامج سواء كان حاكن اتش تي تي بي او كان اي في كي كاست. تمام، البايلود دويتي البايلود يا جماعة انا عملت لكم في ملف تكست ورفعته لكم وهسيبه لكم اسفل في الديسكريبشن ان شاء الله في الوصف. تخش على الرابط وتحمل ملف التكست وهيفتح معاكم، هيفتح معاكم على الموبايل، تعملوا نسخ، يعني انت تاخدوا نسخ عشان في ما ينفعش تنقله من الفيديو، لازم تاخدوا نسخ عشان لو نقلته من الفيديو كتابة مش هينفع، لازم تاخدوا نسخ. وانا ان شاء الله برفعه لك وسيبه لك اسفل الفيديو في ملف تكست ده، كل اللي انت هتاخده كوبي، بعد كده تيجي هنا في الحمولة تروح عامل له نسخ. الوكيل البعيد اللي هنحط فيها حط فيها البروكسي، في عندي مجموعة من البروكسيات ان شاء الله اسيبها لكم في الصفحة بتاعتي. بروكسي 80، ولازم منفذ يكون 8080 عشان هو ده اللي شغال. بعد كده سيف، نيجي عاد عند الثلاث شرطات دول فوق، ندوس عليهم بالشكل ده، بعد كده اس اس اتش سيتنجز هندوس عليهم. تمام، عندنا انا اول حاجة اسمها هوست اس اس اتش، ندوس عليها نحط فيها الهوست اللي احنا اخدناه اللي هو كان فوق خالص، اللي هو فوق خالص في الاكونت اللي هو ده. بعد كده نعمل له موافق، نيجي عند البورت هنخليها 443. نيجي عند اسم المستخدم، المستخدم بتاع الاكونت اللي احنا عملناه اللي هو ده. الباسورد عملنا احنا 1 2 3 1 2 3. بعد كده سيف، نرجع
هندوس على العلامه بتاع البيضه اللي فوق ديتي اللي عامله زي الورقه، هندوس عليها. بعد كده اكسبورت كونفيج، دوس عليها. تمام. انت لو عايز مثلا تقفل تعمل كونفيج مقفول، يعني كونفيج مقفول ما ينفعش حد يعدل على اسم المستخدم او البروكسي، هتعمل لوك بس تدوس على لوك، وبعد كده هتروح عامل له علامه حمراء. بس انت مثلا لو عايز تسيبه مفتوح هتشيلها. احنا هنعمله مقفول، نكتب مثلا هنا اي اسم، سواء اسمك مثلا عشان كافه الحكم. بعد كده يس نروح نشوف الكونفيج هيكون في اي مجلد. نفتح الملفات، نفتح وحده التخزين، هنلاقي عندنا مجلد HTTP بنفس اسم البرنامج. هنلاقي عندنا اندر ويب برو اللي احنا الكونفيج اللي احنا لسه عاملينه، الكونفيج اللي احنا لسه عاملينه حالا. تمام. نعد نفتح المجلد بتاع البرنامج. تمام. نختار الكونفيج اللي احنا عملناه اندر ويب برو. بعد كده هندوس على تشغيل ونستنى لحد ما يتصل معانا كده الكونفيج.